اليوم. كيما اليوم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في فقرتكم اليومية كيما اليوم، موعد نرجع فيه للتاريخ ونستحضر أبرز مسار للفائدة والاعتبار. 19 نوفمبر 2011 تاريخ اعتقال سيف الإسلام القذافي. بدأت محاولته للفرار في 19 أكتوبر تحت نيران حلف شمال الأطلسي من بني وليد على بعد 160 كيلومتر تقريبا من العاصمة طرابلس. كانت ثم تكهنات بأن القبائل البدوية اللي كان يرعاها والده معمر القذافي ربما تعمل على تهريبه عبر الحدود الجنوبية لليبيا كما إخوته ووالدته إلى النيجر أو الجزائر. قال أحد مقاتلي الزنتان أنه تمت مصادرة عدة بنادق كلاشينكوف وقنبلة يدوية ونحو 4000 دولار كانت في السيارة. اعتقلوه، ما قال شيء، كان خايف. اسألهم، قال لهم أنتم مشكون؟ قالوا له الكلنا ليبيين. قالهم منين؟ قالوا له من الزنتان. كان يلبس جلباب بني ويعتمر بعمامة ومغطي وجهه بوشاح ولابس نعل خفيف ولابس لبسة التوارق في المنطقة. قائد الطائرة اللي يركبوه فيها دار بينه وبين سيف الإسلام القذافي حديث أبوي يقول اللي هو هدأ من روعه قبل ما يركب الطائرة. وقال عبدالله المهدي تحدثت له كأنه طفل صغير وأضاف قلت له ما تخافش ما نضربوكش وما يؤذيك حتى واحد واعطيته وعد. أقر المجلس الوطني الانتقالي مبدأ محاكمة سيف الإسلام القذافي أمام القضاء الليبي بكل عدالة وتحت طائلة القانون اللي تعمل بها المحاكم في ليبيا. وشدد المجلس اللي عقد جلسة في العاصمة طرابلس خصصها باش يبحث كيفية التعامل مع قضية سيف الإسلام القذافي في محاكمته في ليبيا. المحاكمة كانت مطلب شعبي سواء كان ذلك في الشارع ولا من قبل الثوار. وطمأن المجلس كل الليبيين والعالم وأجمعوا بأن سيف الإسلام القذافي باش يتلقى محاكمة عادلة ونزيهة في ليبيا، واعتبروا عملية اعتقاله وهو آخر فرد من عائلة القذافي اللي كان متخبي في البلاد بأنها بداية مرحلة بناء دولة العدالة والديمقراطية. بالنسبة لمصير عائلة القذافي، جاء محمد الابن الوحيد من زواج معمر القذافي الأول للجزائر المجاورة عام 2011 بل ما يتحصل على اللجوء في سلطنة عمان إلى جانب أخته عائشة، وعائشة كانت محامية شاركت في هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. أما حنبعل وهو شخصية غريبة الأطوار كانت له نزاعات قانونية في فرنسا وسويسرا في بداية الألفية. حنبعل لجا للجزائر قبل ما يمشي لبنان باش يلتحق بزوجته وهي عرضت أزياء لبنانية وتم إيقافه في لبنان عام 2015 وما زال مسجون في لبنان، لكن زوجته ذكرت تقارير إعلامية أنها لجأت لسوريا. يبقى مصير سيف الإسلام غامض، وكان يعتبر الوقت طويل خليفة والده. قبضت عليه مجموعة مسلحة في مدينة الزنتان جنوب غرب طرابلس في نوفمبر 2011 وحكموا عليه بالإعدام في محاكمة قصيرة، لكن المجموعة المسلحة رفضت تسليمه لسلطات طرابلس والمحكمة الجنائية الدولية اللي اتهمته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الثورة. اختفى ابن القذافي اللي كان الأكثر ظهور خلال حكم والده بعد ما أعلنت المجموعة اللي تحتجز الإفراج عليه في 2017، وقالت المحكمة الجنائية الدولية نهاية 2019 أنه ما زال في الزنتان. وحاول شقيقه الساعدي اللي هو لاعب كرة قدم سابق خاض مسيرة احترافية فاشلة في إيطاليا قبل ما يتنقل قيادة كتيبة نخبة في الجيش الليبي، لجاء بعد الثورة للنيجر اللي رحلته عام 2014 ليبيا وين ما زال مسجون. ولجأت زوجة القذافي الثانية صفية إلى سلطنة عمان وطالبت مرات عديدة باش ترجع ليبيا، لكن نداءاتها بقت دون جواب رغم نفوذ قبيلتها في شرق ليبيا. مستمعينا الكرام، نلقاكم كل يوم في موعد جديد وإن شاء الله نهاركم مبارك سعيد. كيما اليوم.